بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم في University System Management، ومكملين معاكم قسم الـ Student. طبعا احنا في قسم الـ Student وصلنا لقسم الحسابات، وعملنا في قسم الحسابات هنا عملنا في اللي إضافة مصاريف. المصاريف دي هتكون خاصة بالجامعة، بالكلية نفسها، يعني بالكلية اللي هو الطالب فيها، بحيث ان احنا هندخل اسم المصاريف مثلا او باسم الرسوم، ولو يكن مثلا هنقوله مثلا رسوم دراسية مثلا لعام 2023، وهنا بالانجليش في 2023. تمام. المبلغ كمثال مثلا ولو يكن 500 جنيه. تمام. واسم الكلية اللي هو يكون فيها. تمام. كلية مثلا التربية، احنا بنتكلم مثلا عن كلية معينة، مثلا النهاردة مثلا، او مش النهاردة، يعني احنا مثلا في كلية التربية هنعمل مصاريف مثلا رسوم دراسية ل 2023. يعني الإدارة بتاعة الكلية، بتاع كلية التربية، هيخش يعمل المصاريف دي عشان كل طالب يخش يدفعها. تمام. مثلا للمرحلة الأولى، وأدي القسم. تمام. وتختار طبعا القسم اللي انت عايزه بعد انت اضافة العديد من الاقسام، لان احنا هنا مش ضايفين الا قسم واحد بس في الاقسام الكلية، فانت لازم انت تضيف كل الاقسام بتاعت الكلية اللي انت هتعمل سيلكت عليها، الى جانب السنة الدراسية 2023، وهتقول ان هي رسوم دراسية. تمام. ولو في مثلا نوتس، ملحوظات ولا حاجة، بتقوم كاتبها هنا وتقوم كونفير. طبعا الجزئية دي احنا شرحناها في المحاضرة السابقة. تمام. بس انا بوضحها لكم عشان احنا هندخل طبعا ندخل في القسم اللي هو خاص بالفواتير بتاع كل طالب، بحيث ان كل طالب هيخش يلاقي فاتورة عليه مثلا بمبلغ معين. يعني احنا الكلية هتطالب الطالب ده عن طريق السيستم بتاعنا ان هو لازم يدخل يدفع الفاتورة دي. تمام. طبعا احنا دلوقتي دي عرض الرسوم الدراسية اللي موجودة في كل كلية. تمام. المفروض مثلا تختار الكلية. طبعا احنا هنعمل هنا السيرش زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، بحيث انت تبحث بالكلية وتطلع المصاريف اللي انت عايزها. تمام. تاني حاجة عملناها النهاردة هنعملها يعني بإذن الله، اللي هو الفاتورة. بقى هنخش على قسم الستودنت، المعلومات بتاعته بتاع كل طالب، هنقول لست ستودنت. المفروض هنا بقى هيجيب لنا المعلومات عن كل طالب. تمام. اللي هو الانفورميشن بتاع كل ستودنت عندنا في السيستم بتاعنا. ولو يكون مثلا الطالب ده هنقول له عايزين نعمل له فاتورة جديدة، اضافة فاتورة رسوم. تمام. طبعا الحاجات دي كلها احنا شرحناها في المحاضرات السابقة، بس الجزئية دي اللي هي جديدة بقى، اللي هي اضافة فاتورة عشان الطالب ده هيخش يدفع الفاتورة دي. تمام. يبقى الطالب ده اسمه مثلا، ده اسمه. تمام. ونوع الرسوم بتاعته بقى ايه؟ اللي هي رسوم دراسية 2023. تمام. المبلغ اللي هيدفعه، يا ترى هيدفع المبلغ كله ولا هيدفع ايه بالظبط؟ هنقول له مثلا هيدفع 500 جنيه، والبيان هنقول له دي رسوم مثلا دراسية. هنقول له رسوم ايه؟ دراسية. طبعا هنا لو انت عايز تضيف فاتورة تانية، القسم ده احنا عاملينه بجافا سكريبت. طبعا الكود هسيبه كله في عن طريق الجيت هاب، وهنشرحه بالتفصيل وازاي انا عملتها طبعا في القسم الكريت. تمام. هنا لو عايز تضيف كمان لنفس الطالب فاتورة تانية، بتختار الطالب طبعا، تعمل سيليكت عليه
وتقول مثلا هنا مش هيكون مثلا، ممكن يكون عندنا اكتر من مصاريف، مثلا مصاريف رحلات، مصاريف مثلا كتب كده يعني، ممكن تضيفها فيما بعد. انت تضيفها عن طريق اللي هو قسم الحسابات، اضافة مصاريف، تمام؟ هتضيفها عن طريقه، وبعد كده يظهر لك هنا كل اللي انت ضيفته، بتختار نوع المصاريف اللي انت عايز تعملها له. طبعا هنا احنا مش هنضيف غيرها فترة واحدة بس للطالب ده، هنقول له تأكيد للبيانات، هنا طبعا عرض لنا كل الفواتير الخاصة بالطلبة اللي المفروض ان هم يدفعوها. طبعا دي المفروض ان يكون اسماء مختلفة، بس احنا عشان ما عندناش في المشروع على اسم واحد او مثلا 2 طلاب وكده، فطبعا مش هيتبان الفكرة اكتر. بس احنا اخر فاتورة احنا ضايفينها للطالب ده اللي هو هنا، تمام؟ طبعا المفروض ان الطالب الاجراء اللي هو هياخده، المفروض ان هو طبعا على الداشبورد بيجي له النوتيفيكيشن هنا فيما بعد هنعملها، طبعا ان هو عليك في الداشبورد بتاعت الطالب عليه فاتورة او عليه رسوم دراسية ل 2023، المفروض ان هو يدخل ايه ويعمل اجراء ان هو يعمل دفع ليها زي ما احنا هنشوف في المحاضرات القادمة. ده الهدف من الفكرة بتاعت الدرس بتاع النهاردة. يعني الدرس بتاع النهاردة هيتكلم عن الفواتير الدراسية الخاصة بكل طالب عندنا في كل كلية، تمام؟ طيب هنبدأ نشرح الموضوع أكتر عن طريق كتابة الكود. أول حاجة احنا محتاجينها، محتاجين جدول يحفظ الفواتير الدراسية بتاعتنا، تمام؟ احنا هنا نروح الداتابيس بتاعتنا، وادي المشروع بتاعنا. طبعا عايزين نعمل علاقة، اول حاجة عشان نجيب الكلية هنعمل علاقة مع الكلية، مع القسم بتاع الفواتير اللي هو في invoices، هنعمل معاه علاقة مع الكليات ومع القسم، مع الأقسام بتاعة الكليات ومع المرحلة اللي أو الفرق الدراسية، تمام؟ عشان نجيب المصاريف دي. مثلا الطالب ده هيدفع عليه مصاريف مثلا في كلية التربية الفرقة الأولى، مثلا قسم مثلا تاريخ، او مثلا قسم فلسفه، او قسم عربي، او غيره من الاقسام الموجوده في كليه التربيه، تمام؟ فطبعا هنا هنقدر ان احنا نعمل علاقات بين كل كليه، اول حاجه علاقه بين الكليه، وعلاقه بين الاقسام، وعلاقه بين اللي هو الفرق الدراسيه، تمام؟ دي اول حاجه. وتاني علاقه واهم علاقه يعتبر فيهم، اللي هي العلاقه مع الطالب نفسه، اللي هو قسم الطلاب، اللي هو الستودنت. ليه اهم حاجة؟ لان طبعا احنا بنتعامل بالاي دي هات، فالاي دي هنا المهم جدا عشان يقدر ان هو يعرض لك الفاتورة بتاعت الطالب دي، فلازم نعمل علاقة مع قسم الطلاب اللي هو قسم الاستودنت، تمام؟ يبقى احنا كده عندنا كام علاقة؟ 4 علاقات لازم هنحطهم في جدول ايه؟ جدول اللي هو الانفويسز، في انفويسز اللي هو الجدول ده. طبعا احنا زي ما احنا متفقين احنا هنعمل جداول وهنشرحها بالتفصيل زي ما احنا متفقين في المحاضرات السابقة، تمام؟ ادي عندنا العلاقات هنوضحها، ادي هم 4 علاقات. اول علاقة مع قسم الستودنت، تاني علاقة مع الكليات، وتاني علاقة، تالت علاقة مع الفرق الدراسية، واخر علاقة اللي هي مع الاقسام. طيب ده بالنسبة للعلاقات مع الجدول. ادي الجدول بتاعنا. طبعا هنعمل بتعمل امر عشان بس الناس تكون معانا، بتعمل امر كده بتقول بي اتش بي ارتيزن ميك موديل، والموديل ده هنسميه اللي هو في
سلاش invoices. تمام. وطبعا هنا بحالة المفرد عشان هيجيب لك الجدول في حالة الجمع، يعني انت لما بتدوس لما بينشئ الجدول بيجيبه لك في حالة الجمع طبعا. وهنا هيكون من نوع migration، عايزين لي migration وعايزين لي controller، والcontroller هيكون من راع resource. اول ما تدي الامر ده هتقول له اوكي، هينشئ لك اول حاجة الجدول ده اللي احنا عاملينه ده. تمام. في الجدول ده انا بجيب التاريخ اللي هو الديت، بحيث ان احنا هنعمل هينشئ لنا التاريخ بتاع كل فاتورة من الفواتير اللي اتنشأت. مثلا الفاتورة دي اتنشأت في شهر 9، في شهر 10، وهكذا. والعلاقات اللي احنا عاملينها في المحاضرات السابقة، تمام، اللي هي اول علاقة مع قسم الاستودنت، تاني علاقة مع الكليات، تالت علاقة مع القسم، مع الفرق الدراسية، ومع الاقسام. وطبعا احنا نسينا نقول على علاقة مهمة برضو مع قسم الفواتير، مع قسم المصاريف اللي هو ده يا جماعة. اللي هي المصاريف اللي احنا عاملينها، القسم ده احنا عاملين معاه علاقة عشان نجيب المصاريف بتاعت الكلية. تمام. مثلا في مصاريف خاصة مثلا بالدراسة مثلا 2023، فاحنا خدنا الاي دي بتاعها بتاع ال بتاعة المصاريف الدراسية دي، وحطيناها فين؟ حطيناها مع جدول الفواتير. تمام. تاني حاجة عملناها اللي هي الـ القيمة او قيمة المبلغ نفسه. ديسيميل بيكون رقم ديسيميل، تمام. وبنحطه هنا بين رقم 8 و2 زائد السترينج بتاع الديسكريبشن، وده نابل يعني ممكن تدخله وممكن ما تدخلوش. تمام. يعني الديسكريبشن ممكن تقول مثلا الفاتورة دي مثلا خاصة مثلا بمصاريف دراسية او كده، عشان الطالب يخش يفهم. مثلا تكتب له نوتس كده بحيث ان الطالب يخش يعرف لما بيجي له النوتيفيكيشن يعرف ان المصاريف دي خاصة بايه بالظبط. تمام. وده كان الجدول اللي احنا عملناه. وبعدها بنعمل الموديل على طول. الموديل بتحط الخمس علاقات اللي احنا عاملينهم في الجدول هنا، تمام، بتجيبهم هنا في المودلز، وبتعمل اللي هي الجريد عشان يجيب لك كل الكولم اللي موجود هنا في الجدول ده، عشان يجيب لك كل الكولم بعد ما تقعد تكتب الفيلابل بكل الاسماء بتاعتها. لا، الجريد دي بتعمل اري وبيجيب لك كل الكولم اللي موجود عندك في الداتابيس. تمام. اخر حاجة هتعملها الكنترولر، وبعد كده الفيو. تمام. طبعا الكنترولر احنا هنا المفروض ان احنا نرجع على صفحة اندكس، هنقول له هنا ريتير فيو ريتيرن فيو، والفيو هنا المفروض ان هو يرجع على البيجز، بيجز دوت، وهو طبعا الفيجوال ستوديو كود بيساعدك يجيب لك. طبعا احنا هنا في انفويسز دوت اندكس، وهنا المفروض بقى نرجع بالري او كومباكت، يعني كلتا الحالتين واحد، بس نستخدم الري عشان نقدر ان احنا نكون مطورين شوية ونكون متقدمين ادفانسد شوية في كتابة الكود. تمام. في كتابة في هنا في ال
في الاندكس المفروض ان هو هناخد variable من الجدول ده بحيث ان هو يرجع عليه لما نجي نعمل صفحة الاندكس. يبقى ناخد اول حاجة variable دي invoices يساوي تمام. هنا هناخد بقى اسم الجدول اللي هو في invoices all تمام. تاني حاجة المفروض ان احنا هنعملها اللي هو خاص بقسم الستودنت، عشان لو احنا نعرض حاجة مثلا خاصة بالستودنت تمام. وهنا طبعا ده خاص بقسم بخاص اللي هيرجع بيه الستودنت عندنا في صفحة الاندكس. طيب صفحة الشو ليه بقى صفحة الشو من صفحة الكريت المفروض الكريت؟ لا، هنا احنا بنعمل شو للبيانات بتاعت الطلاب. لو تلاحظوا لو تفتكروا احنا هنا في الانفورميشن في الليستة احنا هنا في الإجراءات احنا هنا بنعمل شو للبيانات بتاعة الطالب، لأن احنا هنا في قسم الطلاب، احنا هنا في قسم ايه الطلاب. فالمفروض لما تيجي بتعمل إضافة فاتورة الرسوم المفروض ان هو بيطلع من صفحة الشو بالاي دي بتاع الطالب عشان يقدر يعمل لك عرض للفاتورة اللي هو هنا كده تمام. اهي المفروض ان احنا بنختار الطالب بالاي دي بتاعه وبنبدأ ان احنا ننشئ الفاتورة بتاعتنا. يبقى هنا على صفحة ايه؟ صفحة الشو. يبقى هنا هنتعامل بايه؟ الشو. يبقى هنا احنا كنا كاتبين الكود يبقى هنا ال variable student بيساوي student find و هياخد ال ID بتاعه تمام. وبعد كده هنقول له return view ريتيرن فيو، هيرجع على صفحة الفيو اللي هي بيجز دوت وهيرجع صفحة الكرييت تمام. وهنا هنقول له ارجع معاك بالاري تمام. وكمان ممكن نرجع ب ناخد بس الحاجات دي كوبي عشان تسهيلنا بس للوقت تمام.
هنا المفروض بقى ان احنا نعمل سيليكت على إضافة الرسوم اللي هي في بتساوي في هوير لما يكون اللي هو القسم الستودنت ده اللي هو مثلا ناخد مثلا سيكشن، او ممكن تاخد الكلاس روم، ممكن تاخد الكلاس او الستودنت او السيكشن، اي حاجة انت عايز. هناخد معاها اللي هو الريكوست ريكوست اوف الاي دي، وبعد كده هنقول له هنا الستودنت of ال ID، وهنا هنقول له get. تمام، وهنا هنرجع ال variable ده. تمام كده، ده بالنسبة لقسم ايه الشو او قسم اللي هيروح على صفحة الكريب. طيب صفحة الكريب بقى اللي هي الاستور اللي المفروض ان احنا بنعمل فيها فورمة، هتودينا على ان هي تنشئ معانا في جدول او تنشئ في جدول اللي هو في انفيز في انفيزس. تمام، في القسم ده طبعا هنشرحه بالتفصيل. اول حاجه هناخد بس الكود كده كوبي، لان انا كاتبينه في عشان بس يعني عشان ما ناخدش وقت من المحاضره في كتابه الكود، فانا كاتبه في قبل كده وهنشرحه بالتفصيل. يعني ادي ناخد اول حته بس كده، هنا واخد فاريبل اللي هي بقول ليستا انفويسز ليستا فيزز اللي هي القص ال 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 الليستا اللي هي بتاعت الفواتير اللي هي هنا بتاعت المصاريف. اللي هي الليستا دي تمام، بعمل سيليكت عليها ليه؟ عشان اختار من ضمنها المصاريف اللي انا عايزة ايه اضيفها عندي في قسم الفواتير. تمام، بقول له بتساوي request وهتساوي الليسته فيزز. تمام، وهنا عشان زي ما اتفقنا اللي هي الدي بي دي اللي هي big transaction اللي هي بتخاصة بانشاء اكتر من جدول في نفس الوقت. يعني انت لو عايز تحفظ الداتابيس في اكتر من جدول لازم تستخدم بيج ترانزكشن، لان ديت خاصة بحفظ اكتر من جدول، ودي خاصة بلارافيل. تمام، هنا هنعمل فور اتش فور اتش، وهنا هنقول ليستا ديت as هنقول list
هنا بقى هنبدأ نعمل اللي هي ال variable الخاص أو ال function أو المثل الخاصة بإيه بال create. تمام. هنا هنقول اللي هو هناخد variable من الجدول من المودلز ده اللي هو في مثلا، يعني لو يكون بيساوي اسم الجدول بقى اللي احنا فيه اللي هو في invoices، هنقول له create. وهنا هتاخد الري. تمام. اول حاجة في ال هنا هنجيبهم على طول عشان نبدأ نوضحهم. تمام. هنا بقول له الفور اتش. تمام. الليسته انفيز الليسته فيس اللي هي هنا اللي احنا عاملين عليها ريكويست. تمام. واخد منها از ليستز. تمام. وعملت عليها لوب. تمام. هنا بقول له اللي هو الفاريبل ده عشان استخدمه في الجداول التانية، عشان لما اجي انشئ هنا بالاي دي بتاعه يبدأ يدينا نفس القيمة. تمام. هنا طبعا الحاجات دي اللي موجودة في ايه في الجدول، اول حاجة اللي هي انفويس ستاتا، هي بتاخد التاريخ بتاعة السنة والشهر واليوم. تمام. وهنا العلاقة مع جدول الستودنت، وهنا العلاقة مع الكلية، وهنا العلاقة مع الكلاس روم، وهنا مع السكشن. طيب والعلاقة مع اللي هو القسم الخاص بالمصاريف اللي هي في اي دي. تمام. طبعا هنا المبلغ. تمام. وهنا الديسكريبشن بتاع القسم ده. طيب ده اول جدول، يبقى هنا ممكن نعمل كومنت هنا كده ونقول له هنا الحفظ في جدول الفواتير. تمام. تاني جدول هنحفظ فيه جدول اسمه student account. ليه بقى عملنا الجدول ده؟ الجدول ده عاملينه هنا عشان لما نيجي نعمل الداشبورد الخاصة بتاع الطلاب يبدأ ان هو يحفظ كل الحركات اللي الطالب عملها في الستودنت اكونت، كل الحركات او كل الحسابات اللي الطالب هيقوم بيها عن طريق السيستم بتاعنا. فاحنا هنا مثلا هنسجل الفي انفويسز. تمام. والريسيب. تمام. كل الحاجات دي كلها هتسجل معانا في المحاضرات القادمة. هنا طبعا مديها لك بالنال عشان احنا لسه ما عملناهاش، لسه ان شاء الله في المحاضرات القادمة هتبقى ليها ارقام ايديهات فعلا، بحيث ان الطالب لما يجيله نوتيفيكيشن عندنا في السيستم بتاعنا. تمام. هيكون حقيقي. تمام. نرجع تاني للمشروع بتاعنا، نكمل الكنترولر. يبقى نحفظ في الجدول الستودنت اكونت. هنا هنحفظ بقى في الستودنت اكونت زي ما احنا قلنا.
هنقول للستودنت اللي هو المودلز ده الستودنت اكونت، وهنقول له كرييت الديت اللي هو التاريخ، نفس التاريخ اللي هنا تمام. والطيب هنا بقى عشان نقول له في الداتابيز ان ده نوع اوفيسوس فواتير، لان احنا هيكون عندنا اكتر من جدول خاص في الحسابات يعني تمام. وهنا ربطنا العلاقة مع الجدول بتاع ال V invoices، ربطنا معاه، وكمان جبنا ال ID بتاع ال student. وهنا ال debit هيكون المبلغ اللي هو الطالب حطه تمام. وهنا ال credit اللي هو المدين هيكون بزيرو تمام. وال description لأن هيكون في الجداول التانية هيكون ان ال credit هو الدين، وهنا ال debit هو المدين تمام. والديسكريبشن طبعا لو هيضيف ديسكريبشن عندنا في الستودنت اكونت. ده كان الموضوع يعني ببساطة. هنروح طبعا للفورمة بتاعة الكرييت عشان نشرحها. احنا عندنا هنا عملنا الفورمة تمام. الفورمة هنا هتودينا على الستور زي ما احنا شرحنا. الستور طبعا هنا ندخل اسم الطالب، وهنا نوع الرسوم بتاعته. بس خلي بالك هنا احنا عاملين الايضاحات هنا هنا اللي هي هيدن مخفية، بحيث ان هي يقدر ان هو يرجع ليها بكل بساطة تمام. وبعد كده هنا الهيدن اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفيكاليتي اي دي. طبعا الكود ده كله هرفعه ان شاء الله على الجيت هاب، فيكاليتي اي دي والكلاس روم والسكشن اي دي تمام. وبعد كده بنأكد البيانات زي ما قلناها، وبعد كده بيعرض لنا عندنا البيانات عندنا في صفحة اندكس اللي هو الجدول اللي احنا متعودين عليه عادي خالص، اللي احنا بنعمله في كل محاضرة الجدول تمام. والبيانات اللي موجودة عندنا في الجدول هنا بنبدأ ان احنا نستدعيها بالطريقة اللي هي بتاعت ايه بتاعت لارافيل. تمام كده يا جماعة. نروح بقى نعمل تشيك عندنا في المشروع. ادي الشو بتاع الطلبة الانفورميشن. طب ما تيجي نضيف طالب جديد عادي، او اتي ستودنت طالب جديد خالص تمام. المفروض نبدأ من الاول خالص، بس يعني هنضيف كلية كده، نعمل اضافة للكلية ادي. احنا عندنا الكليات مضافة اوريدي، عندنا شوية كليات كويسة يعني ممكن نتعامل على كلية حاسبات ومعلومات ديت، يبقى في المراحل الدراسية هنضيف هنعمل مرحلة دراسية لكلية حاسبات ومعلومات اهيت. نقول مثلا الفرقة الأولى، الفرقة الأولى first group، والكلية اللي هنتعامل معاها كلية حاسبات ومعلومات تمام. تاني حاجة أقسام، هنضيف قسم هنضيف قسم لكلية حاسبات ومعلومات مثلا يعني. كمبيوترز وهنا الكلية حاسبات ومعلومات، وهنا المفروض الفرقة الأولى هنقول له صمت. لو عايز طبعا بتضيف ولي امر لو انت عايز، او احنا هنتعامل بولي الامر اللي هو موجود عشان ما نطولش وقت بس الشرح. وهنا الستودنت هنعمل اضافة لستودنت جديد ات ستودنت. وهنا الايميل مثلا هنخليها طالبة،
وهنا الاسم بالعربي. وهنا مثلا تاريخ الميلاد، الكلية اللي هي فيها، الفرقة فيرست جروب، القسم كمبيوتر، الجنسية مصري، النوع أنثى، الديانة، ولي الأمر. طبعا انت لك الحرية ان تضيف ولي الأمر طبعا. وطبعا احنا عاملين الابلود ايميج دي اختياريه، يعني نانابل يعني نضيفها وما نضيفهاش، وندوس نيكست. احنا كده ضفنا طالب جديد. طيب الطالب ده ما عندوش اي فواتير، ما عندوش اي حاجه، لسه هنعمل له الكلام ده كله. طيب هنا في قسم الحسابات طبعا، هنا المصاريف، هنا اللي هي الكشف، كشف الحسابات اللي عندنا. عندنا هنا في رسوم دراسية، مثلا مصاريف كلية دي 22، دي اللي هنضيفها للطالب ده. تمام، نرجع تاني ل information student، list student. ادي عندنا الطالب ده اللي هي الطالبة ديت، هنقول لها الإجراء، عايزين نضيف لها فاتورة عشان تطلع لها في النوتيفيكيشن هنا. فيما بعد هنعملها يعني لما تروح للداشبورد بتاعتها، ضفت فاتورة الرسوم. بقى هنضيف فاتورة الرسوم للطالبة. هو جايب لك اسم الطالبة اهيت، تمام، بيجيب لك اسم الطالبة اللي هتضيف عليها، تعمل لها فاتورة طبعا، وده اسمها، وهنا بتختار نوع الرسوم. طيب احنا هنا مش جايب لنا اي حاجة للطالبة ديت، ايه المشكلة؟ هنشرح ايه المشكلة بالظبط، والمبلغ والكلام ده كله مش جايبه. طيب احنا غلطانين في حاجة، او احنا عملنا حاجة خطأ. الخطأ اللي احنا عاملينه ان احنا ما ضفناش مصاريف للكلية، زي ما احنا اتفقنا ان كل كلية بيكون لها مصاريف خاصة بيها. تمام، هنا بنقول اسم المصاريف، مثلا مصاريف كلية حاسب، مثلا 2023، وهنا بالإنجليز في 2023، وهنا المبلغ مثلا وليكن 800 جنيه، واسم الكلية. لاحظوا بقى، لأن ده هيعرضهن في عند الطالبة لما نيجي نضيف. تمام، ادي فيرست جروب، ادي القسم، وادي المرحلة، والسنة الدراسية مثلا 22، ونوع الرسوم مثلا رسوم دراسية. وهنا لو في نوت مثلا رسوم، مثلا رسوم دراسية كونفير. تمام، احنا هنا بقى المفروض ان هنروح نعمل عرض للطالب تاني، information ادي ليستا student، وشوف بقى الفرق اللي هيحصل بعد ما ضفنا للطالب. ما ضفناش للطالب، احنا ضفنا للكلية مصاريف. تمام، لان احنا ما كناش ضايفين للكلية مصاريف، اي اضافة فاتورة الرسوم للطالب ده. ادي اسم الطالبة، وادي جاب لك مصاريف كلية حسابات ومعلومات، لان احنا ما كناش ضايفين للكلية مصاريف. تمام، وادي المبلغ المفروض ان هو اللي يدفعه، ودي مثلا نقول لها رسوم البيان، وندوس تأكيد للبيانات بتاعتنا. تمام، طبعا هو ضافها مرتين لان احنا عملنا دبل كليك. طبعا الكلام ده كله احنا هنشرحه بالتفصيل. طيب هنا هضيف لك
دخلك الفاتورة الخاصة بالطالبة ديت. المفروض بقى لما نيجي نعمل الداشبورد بتاع الطالب هيجيله نوتيفيكيشن هنا يقول له ان انت عليك فاتورة رسوم للكلية حاسبات ومعلومات مثلا، لازم تدفعها مثلا قبل يوم كذا، تمام؟ ده ان شاء الله هنعملها في المحاضرات القادمة. الى جانب ان انا هسيب لك تاسك المفروض ان انت تعمله، التاسكاية ان انت تعملها، انت تعمل الديليت والإيديت، واشوفكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله ونشرحهم برضو بالتفصيل.